كده كنت هتلاقي فيه بقى ده المكان اللي بيعلموا فيه ايه اللي هو واحنا داخلين كان كذا حته داخلين في الجنب كده كان في حته مشروبيه خشب وكسرنا من جنبيها شمال خرجنا في الطرقه دي حسيته اولا بالنقله اللي كنت بشرحها لما مشينا في الطرقه وبعدين فجاه لقينا الدنيا منوره ولقينا نفسنا ايه في الصحن الكبير ده اول حاجه جت في بالك ايه واو صح طب انت النهارده بتتكلم احنا في القرن ال21 اهو عندنا ناطحات السحاب وبتاع بتقول واو ورقبتك بتروح لفوق مش عارف اجيب اخر المبنى انت متخيل بقى يمان ايام الفاطميين مثلا ولا ايام البيوت اللي هي كانت دور دورين ولا المساكن اللي معموله من الطين وانت بقى الرعيه بيتفرجوا على سلطان عمل لهم ايه مدرسه وكتاب ومستشفى كلها بالروعه والجمال ده كله هيبقى رد فعلهم ايه أحبه أكتر محمد علي عشان هو كان عامل حاجة ليه بس مش للرعاية دي نقطة حلوة قوي هو محمد علي كان عامل الجامع ده بتاعه لمين؟ للرعاية عامله جوه الفسطاط عامله جوه القلعة يعني لمين؟ هو والجيش وحبايبه يبقى إذن إيه الشو أوكي كان عند محمد علي أهم جدا من الأكتشوال إيه؟ من الاكتشوال اتشيفمنت او بيربس في حين ان السلطان حسن كان مختار الجامع كموقع وكفانكشن وكلوكيشن اهم جدا عنده ان هو يفيد الناس اكتر ما يفيد وده اللي حصل فعلا ان هو بعد سنتين ونص بس من توالي الحكم وقبل انتهاء الجامع كان تم ايه اغتيال السلطان حسن ولم يعثر له على جثة دي نقطه نقطه ثانيه في موضوع الشغل لو انت عديت المنارات اللي موجوده هتلاقي ان في منارتين بس والجامع ده كان متصمم يكون ليه اربع منارات في الاركان وما ازاي مش فاضل غير اتنين اه في اتنين اتهدوا محمد علي هدوهم معلش لا محمد علي ما هدش حاجه في اتنين خدوهم برده في نفس المسجد اللي بيسرق الحاجات ده لا فكوا الماده كلها طب وركبوها ازاي دي خدوها من غير ما تقع ما حصلش زلزال هم بنوا الاثنين وهم بيبنوا الثالثه والمسجد انت عارفين طبعا المدنه بتبقى اخر حاجه بتتبني في الجامع ليه لانها اصعب حاجه واكتر حاجه مكلفه فدايما حتى لما شفنا الصالح طلائع ما عملوش فلوس صح ما عملوش قبة لان دي حاجات مكلفه جدا فلما يفيد فلوس يعني فعملوا مدنة كبيره جدا وعملوا المدنة الثانيه وبعد كده بيعملوا المدنة الثالثه والكتاب قاعد شغال هنا راحت المدنة دي ايه انهارت وقعت على الطلاب 300 طفل من اللي كانوا بيحفظوا القران ماتوا فيها بس صارت الاشاعات وسط جموع الناس في البلد وبداوا يتكلموا وقال لك ايه ده نذير شغل دي معناها وقوع المدنة ده نذير بان ايام السلطان في الحكم قد ايه قد ولى 38 يوم يمان بعد وقوع المدنة دي وكان ايه السلطان كان السلطان اتشال طب هو دكتور اتشال ولا ما شافش اصلا المسجد ما شافوش لما خلص لا هو مدنا بيهم ما دفنش اصلا ولم يعثر له على جثة حضرتك بتقول هو مات اسف حكمه انتهى بعد 38 يوم من المدنة الثالثة يبقى هو اكيد حضره كده خلاص بقى المسجد كله كمل لدرجة ان هم بيعملوا مدنة ثالثة ما انا قلت لك ان هو استمر وبعديها 3 سنين بيكملوا في المبنى المبنى ككتلة اه موجودة لكن لم يتم ايه الافتتاح الرسمي مش النهاردة بيخلص الكوبري بيفضلوا قاعدين مستنيين الرئيس لما يجي يقص الشريط وبيفضل شغال عادي طيب يعني الجامع كان جزء كبير منه خلصان لكنه لم يكتمل نعم هو مات هو اكيد لما مات بيتشمل حكم ولا بيحكم هو بالقبر